السلام عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ انا النهارده في اهم منطقه في روسيا، الا وهي الفيصل ما بين روسيا وما بين اوروبا. دي تحديدا المنطقه اللي انا واقف فيها، ديت الحدود الروسيه في مدينه بيسكوف. مكتوب من هنا بدات روسيا، وتحديدا من هنا بدات روسيا. لك ان تتخيل ان كل الناس اللي عاشت في روسيا ما تعرفش ان روسيا بدات من المنطقه دي تحديدا. بدا التاريخ الروسي كله من هنا، بدات حياه روسيه من هنا. فبالنسبة للناس اللي هي عاشت في روسيا، في ناس كتيرة جدا ما لفتش في روسيا، ومعتقدة ان مدينة زي مدينة بيسكوف دي مدينة صغيرة. مدينة بيسكوف مش صغيرة، كبيرة جدا، ولكن الناس اللي ممكن تتكلم عليها تحديدا الناس اللي هي عاشت فيها سنين ولفت فيها كتير. احنا ما خرجناش من بيسكوف، احنا بنبعد عن المدينة نفسها تقريبا 20 كيلو، ولكن حاليا المنطقة اللي قصاد الناحية التانية ديت هي دي اوروبا. دي كده محوطنة اوروبا، وفي ظهري تحديدا روسيا. فبالنسبة للناس اللي بتحلم باوروبا، ادي اوروبا قدامنا، ولكن ان انت تجتازيها بسهولة دي بتكون حاجة من رابع المستحيلات. هنا تحديدا المنطقة اللي هي آخر منطقة مع أوروبا، الفيصل، اللي هو خلاص من بعد السور اللي ورا دوت مفيش حاجة تانية، مفيش مدن تابعة لروسيا، فقط تابعة لأوروبا. المكان دوت اللي بدأ منه القيصر الروسي، هما كانوا 3 تحديدا، ولكن واحد منهم كان موجود في المكان اللي انا فيه هنا، ومن هنا بدأ روس، مش الروس اللي هما حاليا، اللي هو اصل الشعب الروسي بدأ من المنطقة اللي انا فيها دي تحديدا. المكان اللي انا فيه دوت ده اللي كانوا بيجيبوا منه المية الاول، اللي هو يعتبر اول الابيار اللي اكتشفوها في روسيا عشان يسحبوا من عليها المية، مازال لحد النهاردة محتفظين بيها. هنا بيبقى نظام السياحة على طول، بتلاقي الناس بتيجي تزور المكان اللي احنا فيه دوت بالظبط، يعني عامل نفس نظام الاهرامات عندنا في مصر. الحجاره كل ده بنظام الحجاره القديمه، البوابه من عصر القيصره اللي هم بداوا روسيا. احنا لو لاحظناها هنلاقوها ان هي عباره عن حجاره اللي هي القديمه، مش اللي هي حجاره جديده، لا هي بتفربت. طبعا هم هنا معمول لها زي نظام تحصينات علشان يمسكوها. طبعا دلوقتي بقى جواها كنيسه، ولكن المنطقة نفسها تعتبر أثرية بحد كبير جدا. المنطقة اللي احنا فيها ديت عشان ندخلها بندفع 100 روبل، التيكت هنا عامل 100 روبل تحديدا، اللي هو بمعادل 20 او 18 جنيه مصري. طبعا هو رخيص جدا، بس المكان كويس جدا. هتلاقي هنا سياحة كتيرة جدا، مش من روسيا بس، ومن اوروبا كلها بيجوا المنطقة اللي احنا فيها ديت، لان دي تعتبر بداية الشعب الروسي والشعب الاستوني. البير دوت عمقه 40 متر تحت الارض، وكل ما بتنزل هتلاقي ان الدنيا بتبرد تحت. انا هنزل تحت. الدخله اللي احنا نازلينها دي تحت الارض، تنزل تحت الارض، وعمق طويل جدا، وزي ما احنا شايفين اللي هي الحجاره عامله زي نظام الاهرامات عندنا.
Вообще. Так, тяга какая-то. تنزل لان ده بالنسبه لهم حاجه كبيره جدا. طبعا طول ما بتنزل الارض بتغطي عليك. Там просто очередная башня, а выход не смена, да? Как получится так. Сколько есть, сколько наела. بيسمح لك ان انت تطلع فوق سلم زي ما احنا شايفين السلالم اللي هي الخشب، وده مكان غويط تحت كده، بس زي ما هو يعتبر شغل سياحي فقط، وهنا بيسمح ان انت بتصور وبتمشي بالمكان اللي انا فيه. ده نسبه سياح كتير جدا هنا، يعني زي ما انتم شايفين الناس بعدات كبيره جدا بالنسبه للسياحه. وده السلم عامل زي الأرضية بتاعة الأهرامات في مصر. طبعا هو فعلا تحديدا من هنا بدأت روسيا، وأنا تحديدا هطلع على أعلى حتة دلوقتي وهوريك فين أوروبا. الجو حر الصراحة النهاردة، درجة الحرارة 27. شاسع. دي اوروبا، دي الفيصل بتاع روسيا تحديدا، لكن اي حد بيقدر ان هو يجي يتفسح هنا. ولكن في بقى تشيكات شويه على الناس اللي هي الاجانب، لو مش معاهم الجنسيه او مش معاهم اقامات بيوقفوهم وبيعملوا عليهم شيك. الصراحه مش بيعدي بسهوله كده، بس زي ما احنا شايفين دي حاليا حواليا اوروبا. هنا اللوحه بتشرح كل حاجه تفصيلا عن بدايه الناس اللي هم الروس. البدايه بتاعتهم كانت 862، ومن هنا بدات كل حاجه وبدا الخط الروسي زي ما احنا شايفين قدامنا تحديدا. بدايه روسيا بدات من هنا، وبعد كده بقى كبرت معاها كل الناس. ده طبعا الكسندر نيفسكي، ده اكتر الناس المشهوره في روسيا. وهنا كل حاجه بتحكي التاريخ الروسي من البدايه لحد النهارده، القياصره وكل ما يخص العيله اللي هي كانت حاكمه لروسيا وما زالت لحد اليوم بتتذكرهم جميعا. Слово «Полохаться» هنا بدأت روسيا وهنا انتهت. المكان اللي هنا ممنوع ان انت تبني فيه بيوت كبيرة، لازم يبني فيه الناس اللي هي مواليد فيه فقط، لان الناس اللي عايشة حاملة الجنسيتين، الجنسية الاستونية والجنسية الروسية. مفيش نزاعات ولا في مشاكل عليها، ولكن هما بيحترم ان هما يكونوا معاهم الجنسية المشتركة، لان هما اللي عاوز يعيش في اوروبا بيعيش واللي عاوز يعيش هنا بيعيش. ولكن القبيلة اللي عايشة هنا تحديدا ما بتسيبش المنطقة دي وتمشي، بتفضل عايشة فيها وبتورثها لابنائها طول العمر. الجو الصراحه حر،
بس جوه بتحس ببروده، مش بروده زي ما انت متوقع ان مثلا 30 نار تحت الصفر، لا في نسبه بروده تحسها من طالعه من المكان، ما فيهوش تدفئه ولا فيه كده. بس الناس اللي هنا عموما قالوا لي ان طول السنه بتفضل على نفس الوضع اللي احنا عليه. طبعا الشارع بيكون برد ولكن المكان ما بيتغيرش فيه درجه الحراره. نظام البوابات الداخله بتاعه المكان نفسه. المكان دوت طبعا قامت فيه كل الحروب، مش بتكلم على الحرب العالميه الاولى والثانيه، لا انا بتكلم على الحروب اللي هي ما قبل التاريخ عموما، اللي هي قبل ما تبقى في روسيا عموما كانت روس. فما زال لحد اليوم هم محتفظين بيه، والمكان دوت جميل جدا والحياه هاديه جدا. وهنا تحديدا الناس معاها الجنسيه المزدوجه زي ما قلت، الجنسيه الاسلاميه والجنسيه الروسيه. السور هنا بتاع المكان نفسه هتلاقيه ان هو مختلف عن المكان نفسه كله. ليه؟ لان هنا كانت اكتر الحروب اللي قامت، وديت المكان اللي كانوا بيصدوا منه الحروب اللي داخله عليهم. طبعا البيوت بتاعت المنطقه دي كلها كانت في الاساس جوه، ولكن دلوقتي بعد انتهاء الحروب والكلام ده كله خلاص بقى كله بيطلع في الطبيعه عادي جدا، ولكن ما زالوا لحد اليوم محتفظين بيه. الالمان احتلوا المنطقه ديت 8 مرات. اول مره تم الاحتلال بتاع المنطقه ديت كان 1330 تحديدا، وبعد كده دخل عليها الناس بتوع لاتفيا وبتوع استونيا. بعد كده بقى خلاص اتصافهم، بعد كده الحروب تاني قامت. الحروب كلها كانت هنا، هنا اكتر مكان الشعب الروسي حارب فيه وحارب على المكان دوت، لان المكان ده كان البدايه بتاعتهم. طبعا البيوت الاول ما كانتش موجوده زي ما هي موجوده دلوقتي، لان البيوت كانت نفسها داخل المكان نفسه. ولكن بقى خلاص ان الحروب خلصت والدنيا اتطورت وخلاص اللي هو عموما مبقاش في مشاكل، بدات الناس ان هي تخرج وتظهر البيوت بتاعتها والحياه بتاعتها. المياه ديت تحديدا بالشلالات ديت صالحه للشرب، الناس بتيجي تملى ازاز منها وبتشرب عادي جدا، واحنا شايفين نقاء المياه عموما يعني. المياه هنا ساقعه لان هي جايه من تحت الارض مباشر، المياه دي صالحه للشرب يعني، حتى الناس بتملي الازايز وبتشرب منها. وهي عموما انا لما صورت الكادر اللي فات ظاهر فيها قوه ونضافه المياه في المكان، على طول بتلاقي المياه بتنزل من الناحيه ديت وتلاقي الناس بتيجي تسحب مياه في الازايز وبتشرب عادي جدا. دي البيت بتاعتهم عبارة عن دور واحد، ودي الشوارع بتاعتهم. هنا ممنوع ان انت تبني بيت اكتر من دور واحد. هنا هما بيعملوا كل الامكانيات ان هما يفضلوا محافظين على المكان ده. البيوت بتاعتهم
ادي المكان وادي البوابات بتاعته. رغم ان هي بيوت بسيطة جدا ولكن لازم تكون على اعلى مستوى من النظافة، لان المكان بالنسبة لهم بقى مكان اثري. طبعا الطول بتاعها 15 متر، فتحديدا انا كده ظهرت كل المكان. فناخد نفسنا بقى ونطلع على البيت. السلام عليكم واشوفكم فيديو جديد.